فاضل أيام معدودة على أكتر يوم بنستناه من السنة للسنة، سلسلة من الأحداث بمجرد ما بيجي شهر نوفمبر بنرتب لهم في دماغنا علشان نبدأ نستعدله، واللي بتبدأ ببشارة الملاك جبرائيل للعذراء مريم، وبعدها عيد الحبل بلا دنس، ومن هنا يبدأ العد تنازلي لميلاد يسوع المسيح اللي بيملأ كل بيت بهجة وفرحة حقيقية، من أول الأطفال وحبهم للكريسماس بكل طقوسه لغاية الكبار في عيد الميلاد معاً.